نعيم مشاهدين متابعين الكرام، انطلاقاتنا تستمر على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. آخر شواطنا في صباح هذا اليوم أعلنت انطلاقته في هذه اللحظات الذي خصص للزمول المهجنات الأصايل في انطلاقات أشواط الانتاج والمنتجين. آخر الأشواط أعلنت انطلاقته في هذه اللحظات، لحظات يترقبها الكل على قنوات دبي ريسينج. ينطلق مباشرة إلى الصدارة والمقدمة، تقدم مع هذه الأسماء المتقدمة والحاضرة. أتابع المركز الأول الدبلوماسي سعيد بن محمد بن قطامي العامري يتقدم ويقدم الدبلوماسي على المركز الأول. المركز الثاني القادم الوضيحي الضعيف بن سيب بن ميثان الشامسي قادم ويقدم الوضيحي على المركز الثاني. النقلة للمركز الثالث، أتابع المركز الثالث من عمق الميدان يتسلل على ثالث المراكز. هذا اللي واصل والمتقدم مفوض لمحسن بالشرقي بن مراش العفاري قادم ويقدم مفوض. المركز الرابع غازي لحمد بن مطر بن حمد بن عمير الشامسي. ناخذ المركز الخامس ونتابع المركز الخامس، شعار حفيد ياتي في هذه اللحظات ومبشر على ظهر النشمي سحمي بن سعيد بن فلاح الاحبابي يتقدم على المركز الخامس. المركز السادس المركز السادس وتابع مجد السهيل بن احمد بن دري الفلاحي يتقدم ويقدم مجد على المركز السادس. المركز السابع، المركز السابع حشيم المبارك بن ناصر بن رملي العامري. والمركز الثامن الذيب لحمد بن عوض بن زيتون المهيري يتقدم على المركز الثامن. المركز التاسع، المركز التاسع عفوا القادم لعيلان بن سعيد بن عيلان المهيري القادم في هذه اللحظات. والمركز العاشر ياتي ملبي لأحمد بن عبد الله بن تريس الظاهري. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء المتقدمة والحاضرة، العشر المراكز الأولى المتقدمة ما بعد انطلاقة هذه الشعارات والأسماء على أرضية ميدان المرموم، ميداننا الذكي الذي يحمل هذه الانطلاقات وهذه التحديات في صباح هذا اليوم. شوط الختام، آخر أشواطنا، شوطنا السادس عشر الذي يضم هذه النخبة من الأسماء في شوط الزمول المهجنات الأصايل. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة والمركز الأول الدبلوماسي. سعيد بن محمد بن قطامي العامري يتقدم على المركز الأول بن قطامي العامري ويقدم الدبلوماسي على المركز الأول. بن مراش العفاري قادم مع مفوض. محسن بالشرقي بن سعيد بن مراش العفاري القادم على المركز الثاني. والمركز الثالث الوضيحي القادم الضعيف بن سيب بن ميثان الشامسي قادم مع الوضيحي القادم على المركز الثالث. النقلة للمركز الرابع وغازي لحمد بن مطر بن حمد بن عمير الشامسي. المركز الخامس الذيب لحمد بن عوض بن زيتون المهيري القادم على المركز الخامس. نتابع المركز السادس، المركز السادس وتابع المركز السادس. هذا اللي واصل شعار سعيد بن سيل بن احمد بن ضي الفلاحي يتقدم مع مجد القادم على سادس المراكز. المركز السابع، المركز السابع عفوان القادم يتقدم بشعار عيلان بن سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري ينطلق مع عفوان القادم في هذه اللحظات. المركز
المركز الثامن، المركز الثامن تيجان لأحمد بن خليفة بن شاهين المرر، يتقدم وشحمي بن فلاح القادم في هذه اللحظات. سحمي بن سليمان فلاح الإحبابي يتقدم مع النشمي، النشمي القادم في هذه اللحظة. والمركز العاشر يأتي ملبي لأحمد بن عبد الله بن تريس الظاهري يتقدم على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، هكذا نتيجتنا. والدان الثاني للعشر المراكز الأولى المتقدمة على أرضية هذا الميدان. مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة والبداية. لا زال الدبلوماسي، الدبلوماسي، الدبلوماسي. سعيد بن محمد بن قطامي العامري يتقدم في هذه اللحظات. العامري بن قطامي يقدم الدبلوماسي على المركز الأول وعلى الصدارة، ولكن لوضيحي قادم، لوضيحي قادم. الضعيف بن سيف بن دميثان الشامسي القادم على المركز الثاني. المركز الثالث مفوض القادم، مفوض محسن بن الشرق بمراشة، بن مراشة الاحفاري القادم في هذه اللحظات. وسعيد بن سهيل بن احمد بن دري القادم الفلاحي في هذه اللحظات. بن دري وابو سهيل يتابع سعيد بن سهيل بن احمد بن دري الفلاحي، يقدم مجده الباحث عن المجد في هذا الشوط. المركز الخامس حشيم مبارك بن ناصر بن رملي العامري وبن تريس الظاهري، ياتي مع ملبي احمد بن عبد الله بن تريس الظاهري. ناخذ المركز السابع والقادم الذيب حمد بن عوض بن زيتون المهيري القادم في هذه اللحظات. المركز الثامن عندك يا راعي تيجان احمد بن خليفة بن شاهين المرر القادم على المركز الثامن. المركز التاسع شعار بن عمير، بن عمير القادم حمد بن مطر بن حمد بن عمير الشامسي يتقدم في هذه اللحظة مع غازي. يا هو غزو، يا هو غزو يا بن عمير في شوط الختام، اخر اشواط المرموم للذل للزمول، اخر اشواط، اخر اشواطنا في صباح هذا اليوم. من سيكون السعيد باخر الاشواط؟ وين بسلم، وين بسلم مع اخر الاشواط؟ والشامخ القادم، الشامخ، الشامخ يتقدم. الشامخ عبد الله بن سعيد بن سالم الكتبي، الشامخ القادم. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء، لهذه الشعارات. لكن أسماء قادمة، شعارات قادمة، يقول الخبراء قادمة خلف المراكز العشر. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة، عودة إلى المركز الأول. ملبي بن تريس، بن تريس الظهري، وبن دميثان، وبن قطابي، وبن دري، وبن شاهين المرر، وكذلك الشامخ لعبد الله بن سعيد بن سالم الكتبي القادم على المركز السادس. من القادم؟ الترس، اول نداء للترس. والزميل سالم بن خليفة يقول ركز لي على الترس يا ابو سعيد. سعادة سالم بن راشد بن حضيرم الكتبي، وصل ابو منصور، وصل ابو منصور يقدم انتاجه الفاخر على أرضية ميدان المرموم. بن مراش الاحفاري قادم، بالرملي، بالرملي ينضم الى هذه المعمعة والمعركة. وبن ضحي، وصل راعي شاليل، وصل راعي العندليب يتقدم. العندليب طارق بن سالم بن ضحي الكعبي القادم في هذه اللحظات. وين
من موقعنا بدينا نقترب من لوحة الثنين. الثنين كيلو متر مدرج الهبوط تدريجيا إلى خط النهاية. آخر أشواط المرموم، آخر أشواط الإنتاج، من إنتاجها الفاخر في شوط الزمول، في شوط الزمول، في شوط بنوك الإنتاج المهجنات الأصايل. لكن عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول، إلى الصدارة والمقدمة. هذا تيجان، تيجان، تيجان أحمد بن خليفة بن شاهين المرر يتقدم على المركز الأول. يقدم تيجان بن دميثان، بن دميثان الوضيحي الضعيف بن سيف، بن دميثان الشامسي قادم على المركز الثاني. بالرملي، بالرملي قادم مع عشيم مبارك، مبارك بن ناصر بالرملي العامري. وبن دري، بن دري يقدم مجد سعيد بن سهيل بن أحمد بن دري القادم في هذه اللحظات، لحظات يترقبها الكل على قنوات دبي ريسنج. من القادم؟ شوفوا، تابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات. أول ندى، أول ندى لشعار مهدي القادم، ولا هذا رصاص سالم بن حمد بن قرين العامري القادم. وأبو منصور يتقدم مع الترس، سعادة سالم بن راشد بن حضيرم، بن حضيرم حضر، بن حضيرم تقدم على المركز الخامس. بن مراش، بن مراش الإعفاري قادم في هذه اللحظات. وكذلك الشامخ لعبد الله بن سعيد بن سالم الكتبي. والقادم الأسد، الأسد سعيد بن حبروت بن سلطان الكتبي، وبن زيتون، وسحمي بن سعيد بن فلاح الأحبابي. يا هي معركة، يا هي معركة. شوط الإنتاج، شوط الإنتاج، الزمول، المهجنات الأصايل. صاح ضرب العصي والآلي، صاح ضرب العصي وروح بالرملي، روح بالرملي. بن حضيرم قادم مع الترس، بن حضيرم شعار بمنصور وبن مراشة، بن مراشة قادم على المركز الثالث. اللحظات الأخيرة، بالرملي، بالرملي يتقدم على المركز الأول مع حشيم مبارك بن ناصر بالرملي العامري. روح بالرملي، روح بالرملي بآخر أشواط الإنتاج. الزمول، الزمول بنوك الإنتاج، من المرموم، من المرموم إلى المصانع الجنوبية، إلى بالرملي. مالها إلا بالرملي. سلامي عليك يا بالرملي، وسلامي على المصانع الجنوبية بإنتاجهم، بتاريخهم الحافل. يتقدمون ويقدمون نجومية حشيم، حشيم، حشيم على المركز الأول. يمر مرور الكرام خاطفا آخر أشواط المرموم. تهانينا والناموس المبارك بن ناصر برملي العمري المركز الثاني. مفوض لمحسن بالشرقي بن مراش العفار المركز الثالث. الترس لسعادة سالم بن راشد بن حضيرم الكتبي المركز الرابع. وصل الرصاص لسالم بن حمد بن القرين العامري. والمركز الخامس، المركز الخامس شعار سحمي بن سعيد بن فلاح الاحبابي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، حضورنا الكريم، آخر أشواط المرموم. ها هو اللي وصل على المركز الأول وخطف هذا الشوط، ومسجلا كذلك نقطة في مهرجان إكسبو في العام الماضي في ميدان الوثبة في عاصمة الملايين. وفي يوم المرموم يسجل نقطة في هذا اليوم. حشيم مبارك بن ناصر برملي العامري، صباح الخير يا القطاع الجنوبي. انتاج متميز فاخر، 13 دقيقة 10 ثواني وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعائلة برملي كافة على فوز، على فوز حشيم. اختار الموقع الحشيم لهذا الشعار. المركز الثاني شعار بن مراش العفاري، ما قصر اللي وصلنا. مفوض محسن بالشرقي بن سعيد بن مراش العفاري، 13 دقيقة وعشر ثواني وثمان أجزاء من الثانية. كذلك قادم من القطاع الجنوبي أبو حمد، ما شاء الله تبارك الله، انتاج فاخر متميز. المركز الثالث من اللي وصل لشعار بومرسور واهالي
الهير الترس 13 دقيقة و13 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. هذا الترس لسعادة سالم بن راشد بن حضيرم الكتبي، تهانينا والناموس للجميع.